أول شيء نبدأ بعطر بوشروم، مرة عجبني، فخم يعني فخامة أصلا، حتى الشكل طالعوا مسويين ديزاين الخاتم حقهم فوق، مرة عجبني العطر. اللي يبغى فخامة عطر بوشروم هذا مرة حلو، اللي يبغى سويت وناعم ماي بيربري هذا مرة حلو، حتى شكله مرة عجبني، لونه بينك فاتح ومع هنا البينك ومع لون الغطا، مرة عجبني شكله مرتب، يعني من الأشياء اللي بحطها بغرفتي كذا بتسريحة يناسب. اللي يبغى الثقيل استيلودر هذا، ثقيل ما يصلح نهائيا بالنهار، يصلح بالليل أكثر، هذا ينفع للنهار، هذا أحسه كذا حق فخامة ما أدري. الزبدة أنه مرة كلهم عجبوني، بس اللي أعطيه المرتبة الأولى بوشرون، بعدين ماي بيربري، بعدين استيلودر، لأن أنا مو من النوع اللي أحب الثقيل مرة. بالنسبة لهالعطر هو آخر إصدارات بيربري 2018، عشان كذا جديد أول مرة أشوفه أنا، وهذا يناسب كل يوم ويناسب مناسبات بالليل، يعني أحسه يناسب كل شيء بوشرون. واستيلودر يعتبر من أفخم الإصدارات اللي نزلت باستيلودر، عشان كذا أقول لكم ثقيل، يعني ينفع لليل أكثر من أنه للنهار، لأنه عادة استيلودر أغلب عطوراتهم خفيفة، يعني هذا لا ثقيل. طبعا اليوم موضوعي مو بس هذولي، اليوم موضوعي أنه أخيرا جولدن سنت صار عندهم آب. أحلى شيء سووه برمضان صراحة، أحلى شيء أنهم أخيرا فتحوا آب لهم. الواحد خلاص متى ما بغى يدخل، مو يروح يكتب جوجل ويكتب جولدن سنت ويطلع له مدري ايش، لا 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 اب. وفوق هذا ايش صار عندهم؟ صار عندهم توصيل للامارات والكويت، اول توصيل كان بس بالسعوديه، الحين فتحوا المجال للامارات والكويت وعقبال دول العالم ان شاء الله. طبعا مسويين كود خصم، الكود هذا فعال حتى على المنتجات المخفضه، شوفوا كاتبين كود الخصم ذهبي. بالعاده كود الخصم عن جولدن سنت بس على المنتجات العادية من غير المنتجات المخفضة، الحين صار يشتغل على كل الويب سايت، على كل الآب عنده. طبعا العطورات اللي وريتكم إياها موجودة هنا برمضانك ذهبي، راح تلاقون هنا مجموعة العطور كاملة اللي عليها تخفيضات. هذا لا تنسون منسيرا اللي ما قد خذاه روز فانيلا، خذوا نصيحة مني مرة يجنن. طبعا فرزاتشي والاشياء اللي عرضتها لكم كثير، هذا اللي صورته لكم الحين، شوفوا سعره بعد الخصم، لا تنسوا بعد في كود خصم راح ينزل السعر اكثر. عندهم اكثر من 3000 منتج واكثر من 200 براند. طبعا اذا كنتوا عارفين العطر تقدرون انكم على طول تتجهون للعطر اللي تبونه، واذا كنتوا محتارين وما تدرون ايش تاخذون عطر، لو عجبكم الشكل مثلا أو البراند اللي عجبكم، يعني تدخلون هنا في تفاصيل المنتج، يعني تقدرون تشوفون هل من الروائح اللي تعجبكم أو لا، عرفتوا؟ ومنها تقررون إذا تبون تاخذون أو لا. ولو رحت الصفحة الرئيسية راح تلاقون كل عروض جولدن سنت، يعني لو نزلتوا تحت خصم يوصل إلى 70%، تنزلون بعد الأفضل مبيعا هنا تلاقونه، وتنزلون بعد اشتري واحد واحصل على واحد مجانا، يعني تضيفون العطر نفسه بالسلة مرتين، راح يكون واحد بفلوس وواحد ببلاش بهذا القسم. لو نزلتوا بعد راح تلاقون باقات جولدن سنت، وراح تلاقون بعد اشتري اثنين ب 250 ريال، اقسام اللي حلو انه شوفوا اقل من 99 ريال عطور،